طيب ملفين محتاجين برضو يعني محتاجين رأي حضرتك فيهم الفني. مركز حراس المرمى في الزمالك ووجود ثلاثة كبار بالحجم ده، هل دي ظاهرة صحية ولا لا؟ وفي الأهلي هل إن الشناوي مع علي لطفي مصطفى وارد إن هو يطلع إعارة الموسم اللي جاي؟ لو طلع مصطفى هل يبقى فيه بديل صغير ولا الأهلي يجيب حارس كبير أو حارس قوي مع الشناوي مع إن علي لطفي حارس مرمى كبير؟ المشهدين حضرتك شايفهم إزاي؟ أول حاجة يعني أنا مؤمن زي العالم كله الحقيقة برضو بتعلم من الناس. 2-1 لا بتعلم من الناس إن يعني إن في حارس العالم كله شغال 2-1 شغال أساسي لعيب أساسي حارس مرمى حارس أساسي واحد كبير ولا صغير بس يعني ما فيش حاجة اسمها تدوير في حراسة المرمى ظاهرة كابتن إكرامي وكابتن ثابت البطل الله يرحمه مش هتتكرر. ده كان يعني بيلعبوا ماتش وماتش وكان دي صعبة جدا يعني إنما وكان وراهم كابتن أحمد شوير يعني كانوا في التلاتة والتلاتة حراس مرمى كبار طبعا. إنما دي ظاهرة ما تتكررش العالم كله يعني. وبنضرب مثل بأليسون بيكر عمل كوارث لكن في نفس الوقت هو اللي طلع ليفربول دوري أبطال أوروبا يعني بالجون اللي جابه يعني وهكذا. ففي حارس كبير حارس إذا أقرأ من وجهة نظر حضرتك كده أن حضرتك ما يخص الأهلي شايف الشناوي طبعا علي لطفي طبعا مصطفى طلع عارة يبقى في ولد صغير موجود طبعا ده ما يخص الجزئية دي. الزمالك واحد منهم الغلطة ان الزمالك ابو جبل كان كويس قوي فزقه جنش طلع كويس قوي او يعني كان جنش كويس قوي فزقه ابو جبل وهكذا حصل ده. فانا بشوف ان حصلت هزه في مركز حراسه المرمى بشكل عام بسبب التغيير المستمر في الحارس الاول يعني انما من الطبيعي دلوقتي ابو جبل عمل ماتشات كويسه جدا. جنش ما كانش موفق في اخر المباريات فلازم الكويس هو اللي يبقى موجود في الصدارة يعني. لو حصل يعني أنا بقول إن أبو جبل النهاردة هو رقم واحد بعديه على طول جنش لازم يبقى عارف كويس أوي زي أي حارس مرمى إن لو لا قدر الله أبو جبل مستواه اتهز أو تعرض لأي إصابة يعني بعد شر عليه أكيد لازم يكون في حارس مرمى جاهز إن هو يشارك يعني. إنما القرارات الإدارية بتاعت الزمالك فيما يتعلق بالأزمة اللي كانت حصلت أنا مع الكيان يعني مع الكيان طول عمري في أي نادي يعني.